الجديد دائما الجديد والجمال. مقني المهاجر الاخوان عند اخ رشيد. اخ رشيد شحال داير يا خويا؟ داير 100 درهم ولكن السلعه تبارك الله السلعه مليحه كيف ما وعدنا المتتبعين ديما كنقلبوا على الرخا ما كنساهموش في الغلط. خلي لي هذا خويا رشيد الله يحفظك. سير فين هو السيمو؟ رشيد جبد لينا هذا. دابا مصطفى اوكي راه في الشتو. بالنسبه ليوم يوم السبت يا خويا مصطفى ما شاء الجمال. انت الجمال ديال الطيور الله يبارك ما شاء الله. اخوان مهاجر هادي ماشي بلاد فين ولي الشتي هو يعطيك مصطفى راه ما يقول لك لا. هاكا رشيد دابا شنو؟ تلقى مصطفى تلقى 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 رشيد خويا ملي كنقولوا مهاجره ما كنسولوش على المركب. عفوا كاع ما تسول على المركب صافي باش نوضحوا للمشاهدين. تبارك الله. هو رشيد ما شاء الله هو طير بالله ما شاء الله. حيد 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 خويا زوين تبارك الله. البلدي ديال البلاد كاع ما هذا من قبيل وانت كتنيشي على داك اللي قالت ما عرفتش على جام ستار. عليه ما ذكرنا وانا خلصنا في اللحظه. شوف لي رشيد هذيك الحاجه ولا مليح حبر رشيد خلصك هذا الله يخليك خويا. سير الله يسخرك هذا من هو مصطفى دابا؟ راه راه هو واش بدا يتحرك اللي كيتحرك مصطفى؟ حيد صافي باقي بسطو كل شيء قريب لك. نفسي يا رشيد. انا لا. كبير صعب لك عاقل عليك. حيد 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 اللي فوق المطلق. ديما الجديد مع اخر رشيد. السلام عليكم. كي داير اخويا مزيان هاني؟ الله يبارك فيك. قرا ولا جدر اخويا؟ جدر عنده عامين. جدر عنده عامين. جدر عنده عامين. ما شاء الله. الدورة الأولين اخويا. في صوري جيت صوري جيت شربو ديال الراس في صوري صوري السبع صوري خرعو مخطوط الاولين هادو راه نادرين. بالنسبه خويا الحفاظ اللي كنتي عاطيهم خويا ماشي في كلام خالوين كذب عليهم ياك في كلام خالوين. كاين شي وحدين عندي ديال شهر سبعه حفاظ حفاظ ولاد العام ايوا جوج عندي باغي نبيع داو واحد كاين السيال. بالنسبه القدام عندي خمس سنين. بالنسبه للسيال شحال باغي تدور؟ سيالة باغي نبيع البيع ديالو باغي فيه 800 800 درهم. سيالة باينة 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 مزيان كاينة تحت جيت الحمورية. وبالنسبة للطفير الطفير اخويا الوسطاني ديال النص ديالو ياك النص ديالو. مرحبا مرحبا خويا. وقلتي لي هذا الثمن ديالو الاخر البيع ديالو كنقول فيه 500 درهم 500 درهم. المهم عندك طويرات في الدار؟ عندي طويرات. عندك شي حاجه كما قلتي لي حفاظه؟ عندي شي حاجه حفاظه. والحفاظه اللي كنتي عاطيهم واش الشريط ولا الحي؟ عاطيهم الودان الودان الشريط. يعني شريط اييه وشادين شي كلام؟ شاد كلام. مرحبا. كاين طيور قدام ديال الخدمه جدار قدام عندي. النمر ديالك اخويا؟ 06 80 72 52 83 مع السيد بالجيم تحيه وداني. الله يكبر بيك. شكرا شكرا الله يخطيك خويا. شكرا الله يحفظك. كاين الخوت هذا الميسو راه وداني يقول فيه الخوت الاخ الكريم يقول فيه 800 درهم بالنسبه للثمن ديالو. اللهم بارك في المستوى كيف ما كتشوفوا الخوت في الصوره. كاين هاد الوطواط الخوت عند الاخ الكريم كيف ما كتشوفوا في الصوره طائر في المستوى. بالنسبه لثمن الخوت كيقول فيه 400 درهم بالنسبه للثمن ديالو الخوت 400 درهم طائر في المستوى الله يبارك.
السلام عليكم الاخوان، كاينين هاد النتيوات اللهم بارك عند الاخ الكريم الخوت ونتاوي تبارك الله راهم قدام. كيقول فيهم الاخ الكريم الخوت 100 درهم للبياسه بالنسبه لهاد النتيوات القدام الخوت. كيف ما كتشوفوا الخوت بالنسبه للثمن ديال الطائر المهاجر كيبقى الثمن الخوت 100 درهم كيف ما كتشوفوا في الصوره. شوفوني يا زعما السلام عليكم خويا عبد القادر. السلام عليكم كبير اخويا عزيز بخير الله يحفظك. خويا هذا جدر عنده عامين ومكلم اللهم بارك. ثمن 800 درهم اخويا عزيز. خويا عبد القادر بالنسبة للثمن ديال هذا؟ عزيز بخير خويا هذا جدر اخويا عنده عامين ونص ومكلم تبارك الله. الثمن ديالو 700 درهم اخويا عزيز. النمرة اخويا 06 61 70 44 09. إلا بغيتي تواصل مع الأخ عبد القادر الخوت راه هي النمرة ديالي. بالنسبة للأثمنة الخوت ديال المقنين كيقول فيهم الأخ الكريم الخوت 120 درهم البياسة كيف ما كتشوفوا الخوت في الصورة. طيور في المستوى. ها فين هو؟ فين هو؟ القطيط القطيط لا ماشي قطيط القطيط 120 هذا لا هذا اقرع يكون اقرع هذا ما نشوف هذاك شنو هذا هذاك لا ولا هذاك جدر ربع سنين يلا خذ الدالة بالثمن ديالو 800 درهم هذا 3 سنين لا هذا عامين عامين 800 بحال هذا 3 سنين 3 سنوات ايوا الثمن ديالو هو 800 درهم. النمر التليفون ديالكم 06 48 65 30 15 هذا 800 اللي عشاق طائر الكنارة الخوت كيف ما كتشوفوا الصورة الخوت راه كاينين نتاوي وكاينين الكرة الخوت. بالنسبة اللي بغى يزاوج راهم مجهزين الخوت للتزاوج كيف الأنثى الخوت كيف الذكر. بالنسبة للثمن الخوت كيقول فيهم الأخ الكريم كيقول فيهم 130 درهم البياسة بحال الأنثى بحال الذكر نفس ثمن الخوت كيقول فيهم 130 درهم. كيف ما كتشوفوا الخوت راه الصورة كيف ما كتشوفوا فيها الخوت وطيور في المستوى. كاين هاد الكنارة الخوت كيتكلم كلام مالاقا كيف ما كتشوفوا الخوت في الصورة.
بالنسبه لثمن الخوذ كيقول فيهم الاخ الكريم الخوذ كيقول فيه 1000 درهم بالنسبه لهذا الكنار الخوذ في كلام ديال مالاكا كما كتشوفوا طائر في المستوى اللهم بارك مرحبا خويا الله يكبر بيك الله يحفظك هو بصراحه هاد الاولين زوينين الاولين سبحان الله العظيم غير كيتصوروا انا حيت مجرب منهم فهمتي كنت ديما من السلعه الاولى كتصدق سبحان الله باقا بغيت كيفاش ربيع دابا لا عشاق الولوله الخوت كيف ما كتشوفوا الخوت في الصوره بالنسبه لثمن الخوت كيقول فيه الاخ الكريم كيقول فيه 70 درهم للبياسه بالنسبه لطائر الولوله الخوت كيف ما كتشوفوا في الصوره طيور في المستوى ما شاء الله الاخوان كيف ما كتشوفوا معايا واحد حداد تبارك الله مدريسي مولاه ما شاء الله شحال كتلف حداد اخويا 150 هو البيع ديالو في المدينة اللي مرحبا يستاهل المرقد ديالو منين هذا المرقد ما عنديش شي علم اياك اخويا المهم طوير مكلم يلا بدا كاين مره مره اي ولكن باش توصلوا لهاد المرحله انك تدريسي بهاد الطريقه راه ماشي سهله كتولي تعطيها من يدك اي مرحبا النمير ديالك اخويا 06 06 77 77 77 77 37 37 تحياتي خويا شكرا جزيلا اللهم يسير السلام عليكم قول لي اخويا اش من مرقد ديال هاد الحد؟ معموره والنواهي معموره والنواهي الثمن 50 شمال 50 درهم الاخوان هادو كيبانوا لي كاملين جدور لا كاين مع النشوات كاين عاد النشوات ياك لا ما كاينش الولاد لا جدور انا كاين ولا بعاد وبالنسبه للولوال اخويا 70 النميره ديالك اخويا 06 68 46 47 37 78 اللي بغى شي حاجه الاخوان يتواصل مع اخ كريم تحياتي اخويا الله يسخر لك شكرا 30 درهم الاخوان ديال المسرح 40 المرقد ديالهم منين؟ هذا قناطره
بالنسبه للطويره اخو قرا ود العام نبدل فيك فيا زهرة تمام كتسدات مفتاح ديال الدراس اي اه قول لي كيبدل بدل عريانه بالنسبه للثمن 300 درهم النميره ديالك 06 26 88 38 دوبر زيرو شكرا خويا الله يسخر لك مليح كركاع هذا الشيء يا حداد تفكرني كيدير مزيان هاني الله يحفظك الله يكبر بيك الله يحفظك الحمد لله الا ما شاء الله الله يبارك الخوت كاين واحد ميسو تبارك الله راه متكلم ما شاء الله الله يبارك كيقول فيه الاخ الكريم الخوت كيقول فيه 2000 درهم كيقول فيه ما شاء الله Thank you.